هل الأميرة خديجة بنت ملك المغرب أصغر مليونيرة في العالم؟ عندها حوالي 15 سنة وبتتكلم عربي وفرنساوي وإنجليزي وأسباني زي الصاروخ، ويوم ميلادها أبوها الملك إدى الشعب أجازة، ويا سلام لما بتقرأ القرآن بتخلي الشعب يبقى عايز يضرب لها تعظيم سلام على جمال صوتها. لكن في اللبس ما بتلبس غير أغلى البراندات في عالم الموضة، وفي السياسة بتعتبر أصغر مسؤولة في الحكومة، ورغم إنها صغيرة في السن إلا إنها بتمشي بين الناس وتشوف طلباتهم. المفاجأة بقى، بتعتبر أصغر مليونيرة في العالم. كل الحاجات دي مجتمعة في بنت واحدة بس، وأكيد لازم تكون أميرة. ما لا تعرفه عن خديجة بنت محمد السادس ملك المغرب. الأميرة خديجة بنت محمد السادس ابن الحسن الثاني اتولدت سنة 2007 في الرباط، وبتعتبر الأميرة خديجة تاني ولاد ملك المغرب، وأخوها الكبير بيكون مولاي الحسن ولي عهد المغرب. وما أقولكش عزيزي عن يوم ما اتولدت الأميرة خديجة بنت ملك المغرب، ده إيه الأباهة دي؟ البنادق بقت تضرب في الجو، وأبوها إدى الشعب أجازة. ومش بس كده، ده أصدر الملك أمر بالعفو الملكي عن آلاف المساجين احتفالاً بمولدها، وعمل حفلات تسليم هدايا على اللي لسه مولدين مع بنته خديجة، كل ده عشان فرحان ببنته. ومن سنة 2009 بدأت الأميرة خديجة تظهر لوسائل الإعلام، يعني تقريباً وهي عندها سنتين، في مرة تحضر مناسبة مع أبوها الملك محمد أو أمها سلمة، وكانت أول مرة خروجها ليها كانت بتونس مع أمها. وسنة 2011 الكل بدأ يتابع الأميرة خديجة هتروح مدرسة مين وهتدرس فين، لحد ما دخلت الأميرة خديجة المدرسة الملكية، وأبوها برضو عمل لها احتفال وقرر يحضر معاها أول حصتين في أول يوم دراسة ليها، وكانوا حصتين عربي وفرنساوي، وكان مبسوط بيها جداً بسبب إنها كانت شاطرة. لكن الظهور اللي قلب الدنيا على الأميرة خديجة كانت سنة 2016، لما بدأت الأميرة خديجة تاخد جايزة الامتياز في حفل تكريمها لتفوقها الدراسي، ولما ظهرت هي وأخوها الأمير مولاي الحسن وهم بيمثلوا في عروض مسرحية وبيعزفوا على آلات موسيقية. وتيجي سنة 2017 تظهر الأميرة سلمى بحجابها الجميل، وهي بتقرأ بصوتها في القصر الملكي بالدار البيضاء في هدوء وخشوع، وأعجبت الشعب المغربي كله. ولما أتمت الأميرة خديجة 11 سنة ظهرت لأول مرة كمسؤولة حكومية، واللي بتعتبر تقريباً أصغر شخصية حكومية في التاريخ. وكان الظهور ده لما كان أبوها الملك وأمها الأميرة سلمى في اجتماع بيناقشوا أهم القرارات الخاصة بالتربية والتعليم. وسنة 2019 حضر الاستقبال الرسمي ملوك أسبانيا وسلمت عليهم بكل حب، ده غير إنها طلعت في مهمة حكومية رسمية لما بقت المسؤول الرسمي لحفل تدشين رواق الزواحف الأفريقية بمدينة الرباط. الأميرة الطفلة دي الكل بيحاول يبوس إيديها باعتبارها الأميرة المدللة، لكن ده ما يمنعش إنه أثارت الجدل حواليها، بسبب إنه في عادة في المغرب إنه لازم يتم تقبيل إيد الملك وابنه ولي العهد، وبنته الأميرة خديجة كنوع من الولاء للملك، لكن لو حد أقبل على إنه يبوس إيديها تسحبها بسرعة في تواضع منها. والغريب بقى إنه محدش عارف ثروتها قد إيه، لكن بما إنها عايشة في قصور ملكية ولبسها الأفضل وأغلى الماركات والمجوهرات بيدل على إنها ثروتها بتعدي ملايين الدولارات، باعتبارها أصغر مليونيرة في العالم وأصغر مسؤولة في الحكومة. حكايتنا خلصت، استنونا في حكاية جديدة من عين مصر.